ليس من عادتنا أن نستضيف أمسية شعرية. الشعر يبدو أنانياً، ومعظم الشعراء أو من يدعون الشعر يكونون غارقين في نرجسية ذاتية وعواطف ومعاناة لا تعني أحداً إذا كانت تعنيهم هم، وإذا لم تكن مفتعلة. نحن في غنى عن ذلك، ولكن بالنسبة للشاعر أنطوان هناك استثناءات كثيرة، رغم أن له شعر عاطفي. استثناءات: أولاً أنه فارس من فرسان الكلمة العربية، المفردة العربية، ونحن نادينا يقوم على فكرة إحياء والعودة إلى جذور اللغة العربية. ثانياً أنه أيضاً فارس من فرسان القوافي، وقد قل ذلك في هذا العصر، وأصبح تقريباً نادراً، وأصبح الشعر لا يحمل مفهوماً أكثر من مفهوم كلمات لا تنتظمها لا قافية ولا وزن، وليس هناك أي شعور مرهف. الشعر في العربية مأخوذ من الجذر شين عين راء، جذر الكلمة، وهو أي شيء مرهف يمر من خلال ممر ضيق فيكون تركيزه عاليا، ولذلك سمي أقرب نجم إلى الأرض بالشعرة، شعرة يمانية، حتى ذكر في القرآن وأنه هو رب الشعرة، لأن ضوءه يصل إلى الأرض بشكل شعاع رهيف ونحيف ولكنه مركز. فهناك اشتراكات بين الجذر الشعر والشعر، لأن كلاهما دقيق ومتين. فشاعرنا السيد أنطوان رعد هو من هذا النوع، شعره دقيق ومتين. سيرته الذاتية في لبنان: كان نقيبا للمعلمين وأصدر دواوين كثيرة، ولكن استوقفتني قصيدة السندباد الرائعة في من قصائد الشاعر أنطوان رعد، فارتأينا أن تكون هي عنوانا له. أفضل ما فيها صياغة قصة سندباد والرخ والطائر، طائر الرخ والبيضة، يعني القصة المعروفة في التراث العربي، صياغتها شعرا بطريقة رائعة جدا، صنعها للأطفال ولكنها تشنف أسماع الكبار أيضا. وينتهي سندباد بعد أن غادر بغداد، أظنه من البصرة، لأن بغداد ليس فيها بحر. أيوة. ينتهي سندباد ويحط رحاله في لندن ويعيش التيه مرة أخرى. سأترككم الليلة مع الشاعر أنطوان رعد، وأرجو أن تستمتعوا بشعري، وسيقدمه الأستاذ أمين الغفاري لعلاقته الوثيقة به، وكان أيضا الأستاذ أنطوان رعد كان رئيسا للنادي العربي في وقت ما، وكلاهما كان في النادي، وسأيضا يستعرض لكم بعضا من كلمه. تفضل. الشاعر لفظ النبيل وإحساس النقيق، ولكن حين يضاف إليه الموقف العنيد الصلب، آسف لا أقول عنيد، أنا في رأيي أن العناد لا يزال الصوت بروضة، رأيي أن العناد نوع من الغناء. العناد إذا كان العناد للموقف للموقف، ولكن مراجعة النفس هي فيها الكثير من الذكاء، ولكن أقصد الصلابة في الموقف. والرعد ليس مجرد كلمة مهذبة أو كلمة عميقة، ولكنه موقف عميق أيضا ضارب بجذوره، وأستطيع أن أتحدث عن هذا كثير، وإن كان سيأخذنا بعيدا عن ما يحلق به هذا الطائر المغرد أنطوان رعد. مما لا شك فيه أنني اشتقت هذه الوجوه النيرة، هذه الوجوه المشرقة، هذه الوجوه الحبيبة، ولكن لا أكتمكم بأن نعمة الارتماء في أحضان الوطن لا تعدلها إلا نعمة الارتماء في أحضان الحرية. ولذا سأبدأ هذه الأمسية بقصيدة تحت عنوان قصيدة العودة.
نظمت هذه القصيدة ألقيت في المعهد الذي درست فيه ودرست فيه. وبالفعل بعد غياب قسري عن الوطن استمر 15 سنة. البيت بيتي والأجواء أجوائي، أنا هنا بين أبنائي وآبائي، عقد ونصف من الأعوام لا قمر يضيء في غربة الأيام ظلمائي، مجذافي الهم والإحباط ساريتي والنفي أشرعتي والريح مينائي، نزحت عن وطني المحتل فانشطرت سفينتي في هباب الريح والماء، أنا القتيل بلا قبر ولا كفن، من يشتري كفنا قبرا لأشلائي؟ صليت للوطن المقهور منسحقا، فردد الوطن المقهور أصدائي، نذرت شعري له حرا ومعتقلا، منحته لغتي صمتي وإصغائي، أودعته كل أسراري، تركت له سرا جميع عناويني وأسمائي. قلبي تفطر في المنفى على وطن عال كما النجم كالينبوع معطائي، قد صاغه الله من سحر ومن ألق، فكان جنة أضواء وأفيائي، وكان للحسن مرآة فحطمها أبناؤه وأشقائي وأعدائي. الله الله من وطن ما زال يسكنني، رغم التشرد فهو الحاضر النائي، قد استقال فلا دور يقوم به، لهفي على وطن في حال إغمائي، ورثته عن أبي حرا ويذبحني ألا أورثه حرا لأبنائي. وعدتها إنني ألقاك يا وطني لقاء عروة والهانا بعفرائي، ألم تربك بالأهداب أحضنه، أشم ريحة أجدادي وآبائي، قد عدت فالعمر لا هم ولا كدر، كليلة من ليالي الصيف قمرائي، عادت إلى عمري الزاوي نضارته، وعشوشبت من ندى لقياك صحرائي، قلبي ترنح كالصوفي منتشيا بخمرة الله في أحضان عذرائي، أخشى على القلب من وجد ومن فرح، أخشى على القلب من وجد ومن فرح، ينوء تحت مسراتي وأعبائي، كطائر مرهق قد هده عطش فغص وهو يعب الماء بالماء. مررت بالمعهد الميمون ألسمه، أيقونة علقت في صدر حسنائي، ورحت أنصت لا لست في حلم، الشعر شعري والإلقاء إلقائي، هنا درجت على أرض القريض، هنا في روضة من رياض الشعر غنائي، شدوت شدوة نار عاشق دمعت،
عيناه في السر من ترجيع ورقاء هنا القصائد قد أرخت غدائرها على ذراعي في غنج وإغواء فرحت والقلب مفتون أبادلها سحرا بسحر وإيحاء بإيحاء. هنا قصاصات أوراقي، هنا كتبي، دفاتري بين إعراب وإنشاء. هذه القصيدة ما زالت كما طويت، خربشت فيها انفعالاتي وأهوائي وشيطناتي إخراجا وهندسة، تحية لأحباء الأعزاء في البال ما برحت لليوم طازجة توحي إلي بأشياء وأشياء. هنا تهجيت أسرار الغرام، هنا عرفت أولى علاقاتي بحواء. أنا كنت تلميذ داخل في المدرسة، إذن عرفت أولى علاقاتي بحواء تحت الوساد كجاسوس رسالتها، دسستها وجلا من غير إبطاء، خبأتها فسريري كله حبق من وسلوى وشلالات أضواء، مرت بعمري فساتين بلا عدد، مرت تباعا كما في عرض أزيائي، لكن مريولها والريح تنشره حينا وتطويه في دل وإغراء، ما زال في خاطري أبهى وأروع من حور تراشقن حول النبع بالماء. يا معهدا رائدا أسرى مداركنا بكل علم وفن أي إثراء، بالحب زودنا بالنور عمدنا للحق جردنا أسياف هيجاء، أعدنا رسلا قدت عزيمتهم من صخرة في ذرى لبنان صماء، تمرسوا بالعلا شقوا الطريق إلى قرن الشموس على أكتاف عنقاء، صانوا أمانته أعلوا مكانته أدوا رسالته في كل أنحاء، فقام قبلهم بالغار كللهم وصاح مفتخرا أولاء أبنائي. يا معهدا غلتي من جود بيدره وخبز طلابه من قمح أهرائي، حللت فيه تماهينا فواحدنا شكلا ومعنى هو المرئي والرائي، فإن تطلعت في المرآة أبصره وإن رأى كانت الآراء آرائي. ثم اختلفنا وظل الود يجمعنا، لا حقد في القلب لا طيف لبغضائي، أتكفر العين بالأهداب تحرسها أم يكفر الروض بعد الري بالماء؟ إني بدأت هنا المشوار من ألف وسوف أكمل مشواري إلى الياء. البيت بيتي والأجواء أجوائي، أنا هنا بين أبنائي وآبائي، أنا هنا لست ضيفا تحتفون به، أنا المضيف، فأهلا يا أحبائي. ولو كسرنا لخاطر شوي للأخ لميس، ما لا في بعض القصائد العاطفية هي عواطف مشتركة بين التوبة الوثنية
أتخونينني وأنت الوفية؟ لم أصدق عيني تلك العشية، وتخونين مع أعز صديق؟ إن غدر الصديق شر البلية. بعد شهرين جئتني بانكسار، أمة مستباحة مسبية، تطلبين الغفران، ويحك مهلا، ليس قلبي جمعية خيرية. فاغروي فاخفض الطرف واغربي من أمامي، واحفظي يا وفاء هذه الوصية. إن شاء الله ما يكون حدا نوم اسمه وفاء. واحفظي يا وفاء هذه الوصية، طبق الانتقام دون سواه يحتسى باردا بكل شهية. فاحذري لدغة العقارب يا أفعى، ففي سمها لعاب المنية. كيف ربيت، كيف ربيت في سريري أفعى، هي في المكر والغوى عبقرية. فتنتني بسحرها، فحسبت الخل خمرا والسم شهد الخلية. كنت عبدا لشهوتي، وأنا الآن طليق أمارس الحرية. كنت أعمى وقد غدوت بصيرا، رب غدر قد صار أغلى هدية. عبثا تسألين عفوي، وتبغين خداعي بتوبة وثنية. أمسكي دمعك الرخيص، فإني لست عيسى ولست بالمجدلية. إلى بغداد تحت الحصار. أدمنت حبك في سري وفي علني، أدمنت حبك في سري وفي علني. يا نجمة القلب، يا عصفورة الشجن، إن خان عهدك عشاق سماسرة، أنا على العهد يا بغداد لم أخني. لبنان، لبنان أرضعني حب الوفاء وفي قارورة الشعر صفاني وقطرني. هل يسأل الطير إذ يشدو على غصن؟ من علم الطير أن يشدو على الغصن؟ يا وردة الشعر، ورد بغداد، بغداد يا أمنا، يا تاج أمتنا، يا نخلة جذعها أقوى من الزمن، يا غادة أحرق ليلا أصابعها، يا حرة عذبت دهرا ولم تهني. يا وردة الشعر، ورد الحب أقطفه مضرجا بصباباتي ويقطفني. ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي سفني. عشتار، عشتار صلي لأفراخ بلا زغب تحت الحصار وفي دوامة المحن. لان الحديد وقلب الصخر رق له، يزقون في العش من جوع ومن وهن. هذا فريسة داء راح ينهشه، وذاك لف صباح العيد في كفني. صلي، فصوتك صوت الحب يذبحني، حنان صوتك صوب الله يحملني. لعل ترنيمة بالحب مترعة تهز هزا ضمير العالم الوثني. يا بيدر الخير، إن غاض يا بيدر الخير، إن غاض الحنان وإن شح الوفاء وجفت دمعة المزن. فالقلب سنبلة صفراء مثقلة بالحب، والحب دين الحب أثقلني.
أفتها بيدي فتا لتنكدها عصفورة عضها الحرمان في الوطن. إلى الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش. هذه القصيدة ألقيت في مهرجان كبير في مدينة أصيلة المغربية. المهرجان أقيم تكريما للشاعر الراحل. هو الشعر دنيا حنين وصبوة وتوق إلى المستحيل وشهوة، ودنياك محمود أوراق شعر لفائف تبغ نبيذ وركوة، ورائحة الحبر أنثى تثيرك تغويك تغدو بطاقة دعوة تراودها عنك، ترفض في البدء تعرض عنك تعاند تجفل وفي الصد توغل، فتغضب تغتاظ تعنف في الرد، ثم رويدا رويدا ترق وترنو إليها وتحنو عليها وتكسو كنسر يدجن لبوة تروضها، فيلين الجموح ويمسي العناد مجرد نزوة. هو الشعر، من قال إن القصيدة تؤخذ عنوة وترشفها قطرة قطرة كما يرشف المرء فنجان قهوة، تبارك حبر تحول خمرا تقطر سحرا حلالا ونجوى. عشقت فلسطين دون سواها، عشقت فلسطين دون سواها، وأنثاك كانت وربة وحي، سجدت وصليت فوق ثراها، حننت إليها وأنت المتيم حنين المسيح إلى حضن مريم، وعدت إليها تقبل أرضا مشيت عليها، فصار التراب الحبيب بخورا وكحلا ونورا، به تتغنى به تتبرك وتدرك فيه الذي ليس يدرك. هو الشعر معجزة المعجزات، وأنت بآياتك البينات أعدت إلى الشعر نبض الحياة وكان رفات، ومن كسرة من بقايا فتات أقمت ولائم للجائعين إلى الفن تزخر بالطيبات، وحولت نايا الرعاة صواعق تزعق تحرق تمحق محقا طواغيت هذا الزمان المضمخ بالرجس والموبقات، وأنت بحبر اللظى والشظايا كتبت لشعبك لوح الوصايا، وكنت له في المتاهة منا وينبوع ماء، وفي الزمن الصعب كنت الرجاء، وكنت له في خضم مآسيه طوق النجاة، وإذ ضاقت الأرض ظلت فلسطين نجمة قلبك كل الجهات، وفعل مقاومة يتحدى فتاوى النحات ويعي العتات، تصرفه ماضيا حاضرا ومستقبلا وبكل اللغات. هو الشعر معجزة المعجزات، لماذا تركت الحصان وحيدا وعنا رحلت بعيدا بعيدا، لماذا ترجلت قبل الأوان، ترى أرهقتك صروف الزمان، ترى خانك القلب أم كان قلبك منا عليك أحن وأرحم، رأيت فهالك ما قد رأيت، وأيقنت أن الذي سيجيء بكل المقاييس أدهى وأعظم، فقرر قلبك أن الخيانة في مثل وضعك للجرح بلسم، فخانك سرا
وخانك جهرا وكان فخانك سرا وخانك جهرا وكان الذي كان والله أعلم وقد فات قلبك أن فؤادك ما زال ينزف تحت التراب وأن الضريح ينز نجيعا أسا والتياعا علينا جميعا فعفوك محمود ما خانك القلب لكننا نحن خناك نحن طعناك بالحربة العربية بسادية أسخنتك جراحا وها نحن ننهش لحم القضية. هو الشعر هو الشعر نعمة ونقمة هو الشعر نعمة ونقمة وضوء توضأ في نهر عتمة وليل تزوج في السر نجمة هو الشعر منذ قيام الخليقة سلاف العواطف ناي المحبين خبز الجياع وتاج الحقيقة وشاءت أصيلة وهي الأصيلة في الحب والفن وهي العريقة وفاء لمحمود أن تحتفي بذكراه يا سادتي في حديقة شذا زهرها من أريج القوافي وأفياؤها رحمة في الجفاف بماء المودة والشعر تسقى وكل العناية والحب تلقى وصيفا شتاء خريفا ربيعا ستبقى مسيجة بهديل الحمام وعطر الزنابق مدرجة بدماء الشقائق وجيلا فجيلا مدى الدهر تبقى عروس الحدائق. عبادة على الدفتر. دعيني وارحلي عني فسلطانك ليقهر وأنت حبيبة امرأة بعينيها الدجى يسهر تمانعني بإغراء وتحرمني من الدفتر وتضحك وهي تغمد في فؤادي شفرة الخنجر أأثأر منك قاتلتي يعز علي أن أثأر وهذا الدفتر السحري هذا الكنز هل يطمر نقاط حروفه ماس ووهج حروفه جوهر وفي صفحاته اختبأت فتافيت من السكر وفي صفحاته امرأة ألا سبحان من صور عبادتها على قلبي بإزميل الهوى تحفر لها عينان لا أحلى ولا أبهى ولا أخطر وشعر من رأى ليلا على كتفين من مرمر هنا امرأة تبوح وبوحها خمر فمن يستر تعري نفسها عريا ولا أشهى ولا أطهر فيسجد خاشعا قلبي ليعبدها على الدفتر. على مقعد الجامع يسأل واحد حليل النار وبعد شرود وبعد شرود وبعد اكتئاب فتحت الكتاب ورحت أفتش بين السطور ورأسي يدور أفتش عن صورة رائعة تشد فؤادي إليها تضم يداي يديها وأغمرها إنها صورة تمزقها شفتي الجائعة ترى هل أرى الصورة الضائعة وهلت
على كتفيها تغاوى من الغنج شال، وفي مقلتيها نداء يبوح وطيف سؤال، وشيء يقول تعال، يقول لعيني كان الهوى والصبا والجمال. فسغري أشهى وأطيب من أمنيات المحال، وخصري عالم تيه به كم يتيه الدلال، وخصري يصلي لزندك يا شاعري في ابتهال، لزندك خصري حلال. ولما ضممت السراب تمرد في الصدر وحش العذاب، يمزق قلبي بمليوننا، فغامت بعيني كل الرؤى، وعن شفتي سلخت الكتاب، فقد غابت الصورة الرائعة، وأدركت أني ما زلت وحدي أفتش عن صورة ضائعة تمزقها شفتي الجائعة، وأني ما زلت طفلا كبيرا يعيش على مقعد الجامعة. الاحتفال هو صايد SMS، صايد قصيري، احتفلي بالعمر قبل الغياب كما به أحتفل حبيبتي، نحن كعود الثقاب، يموت إن لم يشتعل، يموت إذ يشتعل. كلا الحالتين. هيدي من الكتاب اللي زينوا بلوحاته الفنان التشكيلي هاني هاني بصر، 22 قصيدة ب 22 لوحة على الأصالي. لم يعد الحسن هيدي المرآة الخائنة، المرآة الخائنة. لم يعد الحسن حليف الصبا، يعني وحدي عم تحكي، أزرى به أختاه من أزرى، تخونني المرآة يا ويحها، قد عشقت امرأة أخرى. يعني ما بدها تقول هي خطرة، المريعة المريعة عم تقول. ألمح في عينيك يا أميرتي صفصافة تقص للنهر، والنهر يجري دون أن يدري حكاية العمر الذي يجري. عمر والنهر اثنين بيجروا. إلى زوجتي بعد 50 سنة على زواجنا، يقولون إن الزواج انتحار الغرام ومقبرة العاشقين، يقولون إن الزواج انتحار الغرام ومقبرة العاشقين، ويحكون أن العواطف تخبو وتدفن تحت رماد السنين، ولكنني يا رفيقة دربي رغم رتابة أيامنا، ورغم تجعد أحلامنا، ورغم التجاعيد فوق الفؤاد وفوق الجبين، وإضرابنا بين حين وحين عن الموت عشقا، لأن الزواج استحال وظيفة، لدي جنون يحول ثلج العواطف جمرا، ويشعل لدي جنون يحول نثر المشاعر شعرا، ويشعل ثلج العواطف جمرا، ويفرش شوك الرتابة فوق هجير الوجود ظلالا وريفة، وعندي براكين شوق دفين أفجرها عسلا وقطيفة. تريدين كشف حساب؟ دعيه ليوم الحساب، دعيه سؤالا بغير جواب، لأني بكل اختصار
أنا في الحسابات منذ زمان الدراسة صفر، وكل المصارف تعلم أن حسابي صفر، وأعلم أن القمار انتحار، ولكنني مرة في حياتي عرفت النهاية قبل النهاية، كسبت الرهان لأني راهنت منذ البداية على أن قلبك روضة حب وواحة عطف ونبع حنان. قصيدة عمري يا امرأة الحلم، يا امرأة لجميع الفصول، أحب الفصول إلي الخريف لما فيه من شجن وذبول، فعبر الشحوب وعبر الكآبة ألمح أفراحنا المضمرة وأبصر آمالنا المزهرة، وأذكر بعض الخطايا خطايا ربيعي وألتمس المغفرة. خلافاتنا يا شريكة عمري ليست تعد، فأنت عنيدة. يا ساتر يا رب نحن من هون. خلافاتنا يا شريكة عمري ليست تعد، فأنت عنيدة وطبعي كالبحر جزر ومد، ولكننا رغم ما كان منا سنبدأ جدا وجدا بكل حنان وكل مودة حكاية حب جديدة، فما كان من عمرنا لم يكن سوى خربشات لتحفة حب وغير مسودة للقصيدة. عيناك لا تخطئان، أو عيناك لا تخطئان، كنت ظننت حبنا ثوى في مدفن رخامه من مقلع النسيان، وكل ما قد كان بيننا كأنه دخان، كأنه ما كان. وفجأة صادفتها في غفلة الزمان، فاشتعل الجمر الذي خبى تحت رماد السنين، وطرت نحو جنة الصبا على جناح الحنين. نورة تزوجت وأنجبت، أنا تزوجت وأنجبت، أظن أنها تدربت على الأسى كما تدربت. سألت عن أولادها، عن زوجها الثري، عن حياتها الجديدة، سألتها أسئلة عديدة. سعيدة أنت ختمت سائلا، فابتسمت قائلة نعم أنا سعيدة، وانحدرت دمعتان. لا تكذبي عيناك لا تكذبان، عيناي لا تخطئان. غمرتها حضنت كفيها قبلت عينيها، عتبتها برقة سألتها لم تسأليني هل أنا سعيد وهل أنا أريد أن أبدأ من جديد. تنهدت نورة وقاطعتني دعك من العتاب، ظل سؤالي مضمرا لأني قرأت في عينيك يا حبيبي الجواب، كأنني أقرأ في كتاب. عيناك لا تكذبان، عيناي لا تخطئان. مع الأسف كتاب السندباد من هون بس أنا حافظه. الحقيقة هو قصة بألف قصة، وعادة بس نقول السندباد دغري يخطر في بالنا السندباد البحري، يعني أغلب رحلاته بالبحر. ولكن في رؤية جديدة للسندباد أنا اعتبرته خصوصا بالرحلة الثانية عندما طار به الرخ وحلق في الأجواء البعيدة، حتى بكتاب ألف ليلة وليلة في هالجملة حلق بي حتى كدت أحتك بالسماء. أنا اعتبرته أول رائد فضاء قبل يوري جاجارين، ولكن
رائد فضاء على متن مركبة من لحم وريش، هي طائر قرش، مش بقمر اصطناعي أو مركبة فضائي. وعملت قصة بقلب قصة بجد بأيام الشتاء، يجمع أحفاده وعن يروي لهم قصة السندباد. ما أكيد القصة طويلة يعني، بس أنا مقاطع منها. وبالفعل يعني حبيت السندباد لأني عثرت في السندباد على خاتم سحري أفركه فأستعيد فردوس الطفولة المفقود. يعني كانت حاجة نفسية لألي أكتب عن السندباد. على أي حال، وبعدما فتل شاربين جد وبعدما فتل شاربين والتمع الحنان في عينيه، أشعل جدي النار في الموقد، أشعل في قلوبنا الإثارة، وقال في حرارة: أنتم مع البحر على موعدي. لذا أنا أود يا أولاد، أود أن أحكي لكم حكاية عن سيد الرحلات سندباد. جدي قد تنحنح مدوزنا أوتاره وصوته المجرح، ها صوته يصدح كالرنين، ها صوته يصدح كالرنين، يسقط في أسماعنا، يسقط في قلوبنا الحائرة، ونحن لا نزال ملهوفين لقصة البارحة الرائعة. وكان يا مكان الله ما أعجبها غرائب الزمان، قلت لكم بالأمس سندباد عاد إلى بغداد، عاصمة الخلافة وكعبة الثقافة، عاد إلى بغداد كي يقضي أيامه في جنة الله على الأرض. وبعدما أنفق في الملاهي معظم ما جمع واقتنص الأفراح والمتع، عاد إلى المنزل ذات ليلة وكان قد أرهقه السهر، وكان قد أذبله الضجر، فراودته فكرة السفر وحن واشتاق إلى المتاجرة. فالسندباد دأبه المغامرة، والسندباد بيته الخطر. في عن طائر الرخ مقطع هيك يقول: تنفض الرخ وقد أثار عاصفة هوجاء من غبار، في ليلة تناثرت نجومها أزهار. أي وبعد أن حلق بي وطار، أصبت بالدوار، بالمعنى هذا أوغل في مجاهل السماء في رحلة ليس لها انتهاء، أوغل في مجاهل السماء في رحلة ليس لها انتهاء، كأنني رباه أسبح عادة. الواحد بيطلع لفوق تشوف السماء، هو صار بيطلع لتحت تشوف الكواكب، راح خارج ذبية الأرض. كأنني رباه أسبح في بحيرة مسحورة المياه، ألمح في لجتها في الغور وهج ثريات من البلور، أكاد لا أصدق، أكاد لا أصدق، فهذه كواكب تنزلق، وهذه مجرات تحترق، وتحتي الزمرد والمبعثر المبدد، وحولي في متحف يقوم في العرب. هلا بس السندباد قام برحلة أخيرة، رحلة السندباد الأخيرة. وبعدما أحرق في حياته الجسور والمراكب، وبعدما عاين في أسفاره الأهوال والغرائب، وأحرق الجسور والمراكب، ألقى عصا الترحال في لندن في عاصمة الضباب والخواء، مغامراً أدركه العياء، مغامراً تبددت حياته هباء،
يبحث عن وسادة يلقي عليها رأسه في المساء، يبحث عن كنز من الكنوز فلم يجد فيها سوى سماء، نجومها أرامل وشمسها عجوز. طلب اللجوء السندباد أصبح لاجئا. ومثل ما في تحية بهالكتاب وبهالكتاب للفنان التشكيلي هاني مظهر، كمان تحية من القلب للفنان التشكيلي المصري سعيد فرماوي اللي بالفعل هو أبدع برسوم السندباد. قصيدة اسمها القطار. كضربة القطار، كضربة الإزميل في الحجر، صفيره يحفر في الزمان، ينحت تمثالا من الدخان، فتهرب اللحظة من يدي، يهرب مني غدي، أنا الذي أنتظر القطار، أنا الذي حزمت في حقائب الضجر والحزن والخيبة والغبار. يا عمري الهارب في مركبة الزمان، يا عمري الجبان، أنا هنا دخت من الانتظار، ولم أزل أنتظر القطار، هنا على محطة الدهور، هنا على أرصفة الضجر، هزائمي تأشيرة المرور، وغربتي بطاقة السفر. يا عمري القطار، تجعدت ملامح الزمان، تجعدت حتى جباه الثواني، وشاخت الأنجم والسماء، ترهلت معالم الأشياء، وعمرنا يذبل والشيخوخة العانس أجراس من المطاط، تقرع في مجاهل المدى، تقرع لكننا لا نسمع الصوت ولا الصدى، ولا الصدى ولا الصدى. كضربة الإزميل في الحجر، صفيره يحفر في الزمان، ينحت تمثالا من الدخان، فتهرب اللحظة من يدي، يهرب مني غدي، أنا الذي أنتظر القطار، أنا الذي حزمت في حقائب الضجر والحزن والخيبة والغبار. ودعكم قصيدة تعز علي لأنها ألقيتها في الجالية المصرية بمناسبة العيد 50 للثورة المصرية. على اسمك كثبان الصعيد تزهر، وتطرب أطيار الجنان وتسكر، فأنت ربيع لا يبور، وغيمة ورودا وأقمارا على الأرض تمطر، وصوتك في أسماعنا وقلوبنا يجلجل رنانا وبالحق يجهر، وصوتك صوت الشعب ما زال هادرا يفجر في وجداننا ما يفجر، أعدت لمصر عزها وقناتها، وقررت أن السد سوف يعمر، فكان لمصر ما أراد زعيمها، ورأسك مرفوع وظلك أخضر. ومن عرق العمال صغت لآلئا بها يزدهي تاج الزمان ويفخر، أتعطش مصر أو تبيت على الطوى، وقلبك نهر النيل والكف بيدر. أجاءتك، كان وقتها إسرائيل عم تضرب غزة بوحشية بشراسة، أجاءتك أخبار المحطات عندنا، أعندك تلفاز وشاي وسكر، وهل أنت أدمنت التفرج مثلنا
على العار حتى آخر الليل تسهر أجاءتك أخبار العروبة سيدي كلانا بأتون العروبة يسجر ففي القلب ففي الصدر منها غصة أبدية وفي العين منها دمعة تتحجر وقلبك من حزن عميق ومن أسى على ما دهانا نازفا يتفطر فهذه بلاد للعدو نبيعها وتلك بلاد للعدو تؤجر وشارون في الأقصى يصلي معربدا يدنس أقداسي وينهى ويأمر ويمعن في الإجرام ينحر رضعا يتامى وأحشاء الأرامل يبقر وقادتنا يا حرام وقادتنا إنا نكبنا بقادة إناث خناث ليس فيهم مذكر فهذا جبين في الوحول ملطخ وذاك جبين في التراب معفر وهذا حسام في يد الغرب قاطع وذلك في ظهر العروبة خنجر ونحن يتامى والعروبة أيم على فارس الفرسان كم تتحسر لعينيك يا سيف العروبة إننا نصوم على حد السيوف ونفطر وفي عيدك الخمسين ها نحن نلتقي فكيف برمز الثورة الأم نكفر وأنت أبو الثوار أنت نبيهم وأنت على عرش القلوب المؤمر أذاكرة التاريخ فينا تعطلت أذاكرة التاريخ فينا تعطلت وباتت من التشويش لا تتذكر يريدون أن ننساك كيف نطيعهم وكيف على طمس الحقائق نصبر يريدون أن ننساك لكن حلمهم على صخرة من وعينا يتكسر فمثلك لا ينسى مدى الدهر ذكره ومثلك في التاريخ لا يتكرر لئن كتبوا التاريخ ليلا وزوروا وقائعه فالحب ليس يزور وإن أنكروا حق الأبوة سيدي وخانوا تراثا بالمرؤات يزخر فأنت كريم الطبع ترضي عن الأذى وأنت كريم القلب تعفو وتغفر على الدهر بايعناك هذه قلوبنا أكاليل ورد فوق قبرك تنسر على الحب عاهدناك يا خير قائد ونحن نفي بالعهد لا نتغير ونقسم في الذكرى المجيدة إننا على نهجك الثوري نمضي ونسهر على اسمك نبني للعروبة معبدا نرتل في محرابه ونكبر ومن رحم المأساة من نفق الدجى حشودا إلى بوابة الفجر نعبر ونرفع أهراما أمام جلالها تخر سجودا بعل بك وتنزل إذا في أي أسئلة أنا جاهز. نشكر الأستاذ مطوان على الأمسية الشعرية الممتازة التي رجعتنا سنين إلى الوراء من الغربة والمعاناة والسفر والقرى وكل ذلك. طبعا أستاذ مطوان أنت قلت يعني رجعت إلى الوطن ونحن ما زلنا هنا في هذه البلاد يعني صار لنا 24 و 25 سنة من الشباب الكبير. فما هو شعورك بالنسبة لنا يعني احنا الموجودين هنا في هذه البلاد؟ هل تنصحنا بأن نعود إلى البلد بسرعة أو
ماذا وجدت في البلد الذي تسكن فيه الآن؟ ما يعني موازنة بين هنا وهناك حسب التجربة التي وجدتها أنت في وطني اللبناني؟ نعم. الكثير من الحرية والنزر اليسير من الديمقراطية والفساد ينخر حتى النخاع الشوكي لمعظم الرجال، يعني 99% مثل الاستفتاءات اللي كانت تصير 99.99% من الساسة نخر عظمهم الفساد. هلا تبع هاي البلاد يجب صحيح أنها مسؤولة عن ضياف فلسطين هذا، ولكنه يحترم هذا البلد يحترم حقوق الإنسان، وعلينا أن نقر بمحبذة لو كانت أوطاننا تعاملنا كما يعاملنا. أنا ضد السياسة البريطانية في الشرق الأوسط، ضد السياسة البريطانية التي أدت إلى ضياف فلسطين وإلى كثير من المغامرات، الهجوم على قناة السويس وغيره، ولكن لا يمكنني أن أمارس سياسة النعامة وأنكر أن حقوق الإنسان محترمة في هذا البلد. الأمر يتوقف على كل واحد حسب البلد اللي هو القطر اللي بينتمي له. إذا في حرية سورية جيرانك يعني القلب يدمع بالفعل أنه إسرائيل ما زالت حتى اليوم تهاجم، تقصف دمشق وقرب دمشق، وتحلق فوق القصر الجمهوري باللاذقية، وتقصف معسكرات كذا بدني، وما من مرة يأتي الرد من النظام، يعني مع الأسف هالشيء، ولكنه يلقي بالبراميل المتفجرة على شعب. ما هكذا تورد الإبل يسار. أنا عندي سؤال، قصائدك فيها صور جميلة جدا، هل كان في اتصال مع ملحنين ومطربين بعد ما يلحن أو تغنى؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل حاولت أن تكتب بالعامي لأنه صورك جميلة، ولا ما عندك شيء عامي؟ لا الحقيقة ما عندي موقف الكتابة بالعامي، تبع في شعر عامي ولا، وما مانعت انه هذه خيانه للتراث العربي، هذا جزء من تراثنا، عرف في الاندلس يوم كان العرب في عز امجاده، في شعر عامي يتمنى بعض الشعر الفصيح ان يصل الى مستوى. انا لا املك هذه المهمه بصراحه، يعني ما في عندي موقف مسبق منه. أكيد أنا مع استمرار اللغة الفصحى وعودتنا والرابط القومي بين الشعوب العربية كلها، إذا في شعر مصري بالعلمية جميل، لما لا أحتفل بجماله، في أو شعر عراقي أو شعر سوري أو شعر لبناني، هذا جزء من تراثنا. طب بالنسبة للأغنية أو بالنسبة للموسيقى، هل الحقيقة أحد الأصدقاء طلب مني إنه لا في قصايد تقريبا مغنيات. أوكي. والله يعني قبل ما جيت كنا هيك سهرة وقال لي يعني حرام في مجدر رومي يعطيك كاظم الساهر يعطيك كاظم الزنان. وثاني شيء عدا عن هذا مورد رزق، الشاعر بعيش طفران يعني، فهمت علي؟ اليوم أقل من الأغاني الهابطة من 3000 الأغاني الهابطة يعني ما بتسوى العامي يعني، حرام الواحد في بيت حلو للمتنبي عن يخاطب سيف الدولة بأنه ولا تبالي بشعر بعد شاعره قد أفسد القول حتى أحمد الصمم، يعني بتمنوا الناس يكونوا صم من أنهم يسمعوا شعر غير شعر في بالفعل في أغاني هابطة. كل ما جيت من المدرسة ديك اللي يسمعوا قصيدة يعطيني ليرة. إيه ما كنت أعلمهم يعني، أنا وكنت صغير كنت في المدرسة ديك اللي وشجعني دايما. أي مدرسة دايما؟ قالوا بس بالنهاية هيدي
هبة من الله بصراحة يعني صح. أكيد علينا أن نصقل هذه الهبة، أن نطورها، أن ننميها، ولكن بالنهاية لو تبقى 100 سنة تشتغل على أصيلة ما عندك موهبة ما بيطلع. وبالنسبة للسهولة، أصعب شيء أنه يكتب شاعر إشي هاي، أصعب شيء هذا بسموه سهل، هاي الصعوبة الحقيقية. كان البحتري مرة بيقول حزن مستعمل الكلام اختيارا، مش لأنه ما بيعرف كلمات صعبة، حزن مستعمل الكلام اختيارا، وتجنبنا ظلمة التعقيد وركبنا اللفظ القريب فأدركنا به غاية المراد البعيد. إنه تجيب كلمات هاي دي توصل فيها. يعني هذا أحمد شوقي رأيك متأثر فيه أحمد شوقي حضرتك؟ أحمد شوقي؟ شعر ما في شك أحمد شوقي شعر كبير. متأثر فيه يعني عمل عليه تأثير، ولا بمين يتأثر بالشعراء؟ مثلا هنا بيت لعينيك يا سيد، ما حكي هو على الأردن، كان عنده نزعة عثمانية ونزعة إسلامية وأكيد نزعة مصرية فوق الحال. قل لمن شاد في الزمان وأعلى، لم يجز مصر في الزمان بناء، ليس في الممكنات أن تنقل الأجبال شما وأن تطال السماء. هنحكي عن الأهرام وهو إن يكن غير ما أتوك فخار فأنا منك يا فخار بر. مثلا نصوم على حد السيوف و في عنده هيك بيقول إذا الحروب تالت صلوا على حد السيوف وصام. هلا أنا محير، أنا واضح كل الوضوح، أكثر شاعر تأثر فيه هو نزار البيت. واضح شاعر ترنم وعنده العفوية الرشيد الأنيقة والبساطة العميقة، يعني شعر بسيط على عمق. يعني شو بدي فتاة قروية تبقى جميلة دون أن تتبرج ودون أن تستشير المرأة بتصريح جميل، لأن هي جميلة بحد ذاتها. نزار شاعر كبير، بس والحق شعره الأخير بالفترة الأخيرة صار يعني تكرار لأصايب أكثر زخما وأكثر توهجا. ممكن المرض، ممكن كمان الشيخوخة، ما في شك. ليه العربي قارئ كسول، يكون واعي، واحيانا بيروح بيشتري كتاب بالحياة، تبع بيكون في توقيع كتاب عنده بيشتري كتاب وما بيقرا، تبع بينما الاغنيه هي ترغمك على سماعها، بتكون ما بعرف اكيد مش بلندني، تكون بالقاهره او بيروت او دمشق او بغداد او كذا، بتطلع مع مع السيرفيس او التاكسي بيبقى حاطط الغنيه بدك تسمعها بطيبك او بسمعها بالليل جارك، بدك تنام انت الساعه 10:30 11 بيفتح المذياع الراديو على اخر هالاغنيه تقتحم عليك حياتك الخاصه يعني، ولو ما بدك تسمع كيف اذا كانت غنيه حلوه ما بيعود بدك تنام. الشعر حلو ولحن حلو وغناء يعني في مثلث ثالوث مهم يعني. بقى الغنيه بتساعد كثير على الانتشار. مثلا عبد الوهاب، ما في شك احمد شوقي هو موسيقار مبدع، بس قصايد احمد شوقي، قصايد الاخطر الصغير كلهم كمان مساعد. ونزار قباني اكيد في 50% من شهرته ما رد الى الغناء. أنا قرأت قصائدك مخيرا ومجبرا. عمي صوتك معنا على عتبة كثير. قرأت قصائدك عدة مرات مخيرا وعدة مرات مجبرا بسبب تنفيذ الكتب وغيرها. ألا تجد أن البناء التقليدي للقصيدة أو المتعارف عليه من البحور والقافية والوزن والراوي وغيره والتراث أصلا
تقيدك وأنا أعرف سعة خيالك المعلن والسري. ألا تجد أن البناء تحديد الشخص السري؟ أحسن بس ما يجب بتقرب كان بيهمني هالنحية هيدي أنا وضحها يعني. أنا أعرف سعة خيالك وأعرف أن قاموسك اللغوي الشعري غني جداً وإمكانيات بناء القصيدة بالكامل متوفرة وبشكل كبير. ألا تجد أن البناء التقليدي للقصيدة يقيدك؟ تحلى أكتب شعر كلاسيكي واضح أبو القصيدة 50-60 بيت بكتب شعر كلاسيكي بكتب شعر حر شعر التفعيل تبقى مش إنه ما في وزن في كل الوزن وكل القافية بس عدد التفعيلات بيختلف. مثلا إذا بدي أحكي عن غضب ما بجيب 6 تفعيلات أو 8 تفعيلات بجيب تفعيلة أو تفعيلتين. بدي أحكي عن كسلة بجيب 8 تفعيلات بدل 6 تفعيلات. هلا بالقصيدة القديمة يعني حشوة النغم موجودة الكامل متفاعل 6 مرات الطويل فعول المفاعيل ما هو ما في طلع يعني هو براعة شاعر عن شاعر تاني كيف استخدم هالأوزان بس اللحن موجود بتقدر باختيار الألفاظ أحيانا يكون فيها مزيد من الرقة إذا في غضب وعمر لاحظ مثلا البحتري عم يحكي عن الذئب تصطك أسنانه وجائع وبردان وبده يقض يعني مش دايما النعومة هي حلوة بالشعر يقضقض أصلا في أسرتها الردى كقضقضة المقرور أرعده البرد لاحظ القاف والضاد القاف خلق يعني بيت مختلف حتى بالقصيدة القديمة تبو يعني مثلا أمر القيس لكن بعد في شعر حر ولا شيء مش كل أبيات القصيدة القديمة إلا قيمة موسيقية واحدة أو ذات قيمة موسيقية واحدة في أبيات موسيقية بدون ما يكون في خلل بالوزن فهمنا أجمل من أبيات قال أمر القيس وقد أبتدي والطير في وكناتها بمنجرب قيد الأوابد هيك بيت حلو موسيقية بس عالي مكر مفر مقبل مدبر معا لا الوزن زاد ولا في خلل بالوزن هذا بيت أجمل بكتير موسيقيا لاحظوا أحرف المضاعف مكر مفر مقبل والتنوين 4 مرات مكر مفر مقبل مدبر معا كمان تنوين 5 مرات كجلمود صخر حطه السيل من عين يمكن واحد ما بيعرف عربي وعن يسمع البيت بيعرف انه بدل على حركات سريعة متواترة والأجمل من هاي كله معا يعني بيعملها كل واحد في كر وفي بس كأنه عم يقوم بحركة واحدة من كثر منه سريع يعني موسيقيا هذا البيت الثاني أجمل من البيت القبل مع أنه 2 ما فيهم خلل بالوزن وهيدي بتنقض النظرية اللي بتقول الوزن والقافية يساويان موسيقى الشعر في شيء الوزن أكيد بيعطي موسيقى والآفية بتعطي موسيقى بس منهم هني كلهم موسيقى الشعر لا أعطي أحمد شوقي بيه هاي القصيدة المشهورة اللي ألقاها في لوزان مؤتمر للمستشرقين وكذا عن يحكي كيف مصر دجنت البحر بيقول موجة إسر موجة إسر أخرى كهضاب ماجت بها البيداء لا موجة إسر موجة إسر أخرى كهضاب لاحظوا معي الموجة كيف تطلع هاي تضرب السفينة بترجع لاحظوا الألاف اللي طالعة الفوق وتنوين الجر هيدي موسيقى مش جاي من الوزن جاي من استخدام الألفاظ وبراعة الشاعر باستخدام الألفاظ كمان فيها ذاتها وجبالا موائجا في جبال
تتدجر. لاحظوا الموج جاي وبيضرب مقدمة السفينة أو جنب السفينة، لا تصوت، تتدجر كأنها الظلماء. في شيء غير الوزن والإفي. هلا بالتفعيل الشاعر هو بيألف موسيقى خاصة، يعني هو براءته، يمكن يفشل يمكن ينجح، ما فيني أحكم سلفا، بس الشعر الحر، شعر التفعيل بيعطي مجالات للشاعر أوسع بكثير من المجالات ضل 70 80 90 بيت على إفي وبتخليك حالات النفس المختلفة اللي أنت عم تعبر عنها. يعني في قصايد صعبة بالشعر الكلاسيكي تقدر، يعني إذا بدك تاخذ التجارب النووية وغير صعب، تلاقي صعوبة كثير. هلا إذا مهرجان خطابي أكيد أفضل الشعر، الشعر اللي بيعتمد وزن واحد وإفي في بيخلق حماسي ودغري هالختمة بالآفي وكذا تثير مشاعر، إيه بس ما مش كله إثارة مشاعر. في أشياء إنسانية، في أشياء عصرية بدك. أنا مع التراث ولكنني ضد تحنيطي، دائما نضخ دم جديد دما جديدا في عروق التراث. يعني في ناس حريصين على التراث بيخلوا التراث بحنطوا له للتراث. التراث منه الماضي فقط، التراث هو إلى حد بعيد صورة عن المستقبل، شرط أن نعرف كيف نطوره، كيف نحييه، كيف نضخ في دمائه، في عروقه دمائه. القصيدة بتاعت الأطلال إبراهيم ناجي كان عفوا قصيدة الأطلال قصيدة إبراهيم ناجي كانت إبراهيم ناجي هو اللي كان كاتبها. كنا هلا قبل ما جينا كنا دكتور إبراهيم قصيدة راف كانت القصيدة دي هو كاتبها لوحدة بيحبها. الست اللي بيحبها دي ما كانتش ماشية خالص مع الكلام وروعة الكلام لما عرفوا بقية مين فكانت كلام رائع. فالقصيدة اللي حضرتك كتبتها المرأة ذات الأكتاف المرمرية، هل هي جميلة فعلا ولا هتطلع زي الست كرسي الاعتراف عم يوسفوا في شاعر اسمه وديع عقل ابنه كان اسمه وديع عقل وعمل نايب بالمجلس الليبي قريب ولا صحيح؟ حق وحدة لما بيقرب صحيح هذا ابن الجمهور هداك من زحمة بقى حب وحدة اسمه سوريا عمل له ديوان شعر كامل شكتني سوريا إلى والدي وقالت فتاكم تجنى عتي حسن خمضة حمضة استطارت هداه فشد وألوى على ناهدي إلى آخره. هلا وضعه المادي كان على قده. اجى مغترب من البرازيل بيت العون وفيه العون فخطر تزوج لسوريا في منتزه تنزه لبنان اسمه نبع الصخر حل حلو كثير كان عم يتغدى وديع عقل وإذ دخلت سوريا مع بعلها وربما مع يمكن شي عصفور هيك حط لقطة على العين مع بغية بقى هي وقت شافته حمق يعني تحبه كانت لوديع عقل عمل فيها عمل لها كل هالشعر وكذا وكذا فأحمرت هي زوجها لاحظ الشيء بيقول ولما تلاقينا على غير موعد حيال الصخر والتاقت العين بالعين كسى الورد خديها فأنكر زوجها مفاجأة حمراء منها بخدينا فقال لها قومي نخلي له الصخر وإلا شهدت الهول بين غيورين فيا من حمى عني سريا بماله وأعجزه التفريق ما بين قلبيني قتلت سريا باغيا وقتلتني
ومت قتيلا انت بين قتيلين. هي شكسبيريه على هاملت. شكرا لاصغائكم، شكرا لحضوركم. يعني كلمات الشكر قليله جدا جدا ان احنا نقدمها للطلبه. اسعدتنا حقيقه.